السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة علم النفس والاجتماع على قناة مدرستنا. أسأل الله لكم النجاح والتوفيق والسداد. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نحصل اللي درسناه في الترم الأولاني. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني، وهندرس أول حاجة عندنا في الترم الثاني هي الوحدة الثالثة، هو درس الشخصية. هو من الدروس المهمة جدا بالنسبة لنا. ليه من الدروس المهمة؟ لأنه بيحتوي على كمية معلومات كبيرة ومهمة جدا، سواء شخصية الإنسان، سواء إزاي قدرتي على التوافق النفسي والاجتماعي، معرفة الاتجاهات، معرفة إزاي أن أنا بقدر أواجه مشكلاتي وأقدر أجد ليها حلول، والصراعات الخاصة اللي بتقابلني وإزاي الإنسان بيقدر يهرب منها. كمان هندرس في فرع علم الاجتماع مجموعة من الموضوعات زي العولمة، وهندرس مع بعض كمان بعض المشكلات زي العنف والتطرف، وهندرس البحث العلمي وأهميته. خلونا نبدأ النهاردة مع بعض بالوحدة الثالثة، وتعالوا نشوف احنا محتاجين ايه من الوحدة الثالثة. بس قبل ما نبتدي، جهز ورقة وقلم وخليك مركز معايا جدا جدا جدا، لان احنا هنقول معلومات مهمة وهنقول اسئلة ان شاء الله تفكوا بامر الله تعالى. محتاجين نعرف ان احنا ان شاء الله بعد ما نخلص الوحدة الثالثة لازم اكون اقدر اميز بامر الله ما بين المفاهيم الشخصية المختلفة، اقدر اجسد من خلال الامثلة على نظريات الشخصية المختلفة، اطبق من خلال المواقف الحياتيه. يعني ايه مواقف حياتيه؟ المواقف اللي بتقابلني في حياتي وبكون تعايشت معاها، لان احنا عارفين ان علم النفس هو مراه الانسان، لان انا اي سلوك بعمله هو علم النفس بيدرسه. يبقى بالتالي اي مواقف انا بعيشها هتحاكي الماده اللي انا بدرسها. كمان هقدر استخلص كيفيه اكتساب القيم واعكس بالامثله على الحيل الدفاعيه. خلونا نشوف الدرس بتاعنا ونواتج التعلم بتاعته. احنا هندرس درس الشخصية اللي هي البرسوناليتي. يا ترى البرسوناليتي بتاعتنا هنستفيد منها ايه او هندرس فيها ايه؟ هساعدك انك تميز ما بين المفاهيم المختلفة للشخصية، زي تعريف الشخصية كمثير، تعريف الشخصية كاستجابة، كتنظيم داخلي. عندي ألبرت من العلماء المهمين جدا اللي اتكلموا عن الشخصية وعرفوها تعريف وافي وشافي، هنتكلم عنه. هساعدك ان شاء الله انك تقدر تستخلص نظرية الأنماط، تقدر من خلال المواقف المختلفة انك تطبق على نظرية التحليل النفسي، ودي سبق واحنا درسناها في سنة تانية. مش كده؟ بقول لك جهز نفسك انك هتربط معلوماتك ببعض. خليكم معايا ونبتدي اول جزئية. مفهوم الشخصية. اختلف العلماء في مفهوم للشخصية وتعريفهم للشخصية. ليه يا ترى اختلفوا؟ لان كل شخصية انسان مختلفة عن الاخر، حتى التوأم المتشابه او التوائم الاخوة، كل واحد ليه شخصية مختلفة عن التاني. مفيش حد شبه حد في شخصيته. لو تشابهنا في بعض الصفات لا نتشابه في كل الصفات. طيب، من هنا ظهرت عندي عدة تعريفات للشخصية، منها تعريف الشخصية كمثير، وتعريف الشخصية كاستجابة، وتعريف الشخصية كتنظيم داخلي. هناخدهم تعريف تعريف ونشوف يا ترى ايه هو التعريف، وهل توجه له نقد ام لم يتوجه له نقد. خليكم معايا ونشوف اول تعريف. تعريف الشخصيه كمثير. الشخصيه هي ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجيه. بسرعه، حط خط تحت كلمه مظاهر خارجيه. يبقى انا ببص للانسان من بره. يعني ايه ببص للانسان من بره؟ ببص للانسان على مظهره، لبسه، شكله، السلوك الخارجي فقط، لكن ما ببصش على الإنسان من جوه. عشان كده هي بنسميه تعريف الشخصية كمثير. بيعرفها فيلمينج، بيقول إن هي مجموعة الأفعال التي تؤثر في الآخرين. يبقى مدى تأثيري في الآخر. بمعنى إيه؟ أنا ممكن أشوف إنسان وأتكلم معاه أحبه، هو أثر فيا. ممكن إنسان تاني ما تقبلهوش، ده برضو تأثير، هو سواء كان التأثير إيجابي أو سلبي. يبقى برضو بنبص للي بره الإنسان. عشان كده التعريف ده توجه له نقد. وأول نقد توجه له أنه هو أهمل التنظيم الداخلي للفرد، ما شافش اللي جوه الإنسان. أوقات بنتصرف تصرفات بتكون نتيجة لحالة داخلية محدش يعرفها،
ممكن بابا يجي يتعصب، ايه انت كل شويه تعصب علينا وما اعرفش، هو عنده ضغوط في الشغل وغصب عنه خرجت في صوره عصبيه. يبقى احنا لما نعرف اسبابه هنقدر نحكم بشكل مختلف على سلوكه الخارجي. لكن يا اولاد ما عرفتش الاسباب الداخليه هحكم على السلوك الظاهري فقط. يبقى ده اول نقد اتوجهت له للتعريف دوت، ان هو اهمل التنظيم الداخلي للفرد. بيقتصر في حكمه على الشخصيه على الشكل الخارجي فقط، وده برضو احنا اكدنا عليه، ما ينفعش احكم على الانسان وعلى شخصيته وعلى ثقافته وعلى طريقته من الشكل الخارجي فقط، لازم اشوف الانسان واتعامل معاه. دايما كده حتى عندنا مثل داري بيقول لك تعرف فلان؟ اه. عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش، لان الانسان ما اقدرش احكم عليه الا لما عشره، الا لما اتعايش معاه واشوف سلوكياته في مواقف مختلفه، واتعايش معاه في مواقف فرح ومواقف حزن. تاني تعريف عندي هو تعريف الشخصيه كاستجابه. يعني ايه الشخصيه كاستجابه؟ هي بتحدد شخصيه الفرد في ضوء استجابه الفرد للمثيرات واسلوب توافقه وانسجامه مع الظواهر الاجتماعيه في البيئه. اوضح لك مثال بسيط، رد فعلك في الموقف المختلف، بالتالي رد فعلي في اي موقف هيختلف عن الموقف التاني او التالي، ظروف الموقف بتختلف، الشخصيه اللي قدامي بتختلف، فبالتالي استجابتي في الموقف بتختلف، يبقى بالتالي سلوكي وشخصيتي هتختلف من موقف لاخر. طيب ليه بقى وجهنا له نقد؟ وجهنا له نقد لان زي ما بقول لك احنا بنختلف من موقف للتاني. عامل السن، وانا صغير انفعالي غير وانا كبير، غير وانا لما ابقى اب ومسؤول، غير لما ابقى جد، غير 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 غير. يبقى ده عامل السن بيأثر فينا. زي ما بقول لك الشخص حتى اللي انت بتتفاعل معاه وبيكون في رد فعل ما بينك وما بينه، رد فعلي مثلا مع صديقي مختلف عن رد فعلي مع والدي، رد فعلي مع مجموعه من الاصدقاء غير لما اكون قاعد مع مجموعه من كبار السن. يبقى معنى كده ان انا مش هقدر احكم على شخصيه الانسان من استجابته؟ ايوه، مش هنقدر نحكم على شخصيه الانسان من استجابته. ليه؟ لان استجابته هتكون مختلفه تبعا للموقف، تبعا للفتره اللي بيمر بيها، تبعا لعامل زي عامل السن، عامل الشخصيات المحيطه بيه، فحكمي عليه مش هيكون حكم موضوعي. كلمه موضوعي معناها ان انا بحكم حكم صحيح بعيد عن ذاتي، بعيد عن شخصيتي، بعيد عن بحب ايه او بكره ايه. طيب شخصيه كتنظيم داخلي، الشخصيه كتنظيم داخلي بيقوم على التفاعل والتكامل والتاثير المتبادل بين مكوناتها بيتوسطها المثير والاستجابه. احنا متفقين ان سلوك الانسان عباره عن مثير واستجابه، فعل ورد فعل، لازم يحصل مثير عشان تنتج عنه الاستجابة. ما بينهم هو مداخل الإنسان، زي ما كنا خدنا في سنة تانية العمليات العقلية وهي أنها تحدث داخل عقل الإنسان، أنا مش بشوفها ولكن أنا بستدل عليها من سلوك الفرد. سمعت الصوت فاستجبت وفتحت الباب، الصوت ده كان المثير، فتح الباب ده كان استجابة. ما بينهم يحدث داخل الإنسان. هنا أشار التعريف إن شخصية الإنسان محتاجين إن إحنا ندرسها من الداخل، نتعمق فيها ونشوف إيه اللي بيتفاعل مع الإنسان. طب هل العلماء استكفوا بالتعريفات دي؟ لا، طلع عندنا عالم اسمه ألبرت، وألبرت حاول إن هو يوصل لي تعريف مبسط عن الشخصية يجمع لي فيه التعريفات السبع. تعالوا نشوف تعريف ألبرت الشخصية. يعرف ألبرت الشخصية بأنها ذلك التنظيم الديناميك. أنا هقف هنا، هنقف من الأول. أيوة، لأن إحنا لازم نفهم كل كلمة بتتكلم عن إيه. يعني إيه تنظيم ديناميك؟ تنظيم يعني حاجات متناسقة ماشية مع بعض، ديناميك يعني في حركة بتتفاعل مع بعضها، زي الترس. الترس لما بيلف وبيشتغل وبيتفاعل مع مجموعة التروس اللي حواليه أو السنون، ده بيساعد على إيجاد الحركة الصحيحة للآلة. فالإنسان كده جواه حاجات كتيرة، لازم الحاجات دي والمكونات دي تتفاعل مع بعض بشكل دينامي، تشتغل مع بعض. طب الحاجات دي موجودة فين؟ ده لسه بقول لك داخل الفرد جوه الجسم الإنسان. طيب بتسمى الأجهزة النفس جسمية.
هتضحكي ليه؟ هقول لك لان الانسان مش جسم بس ولا نفس بس، ده الانسان نفس وجسم بيتفاعلوا مع بعض بيكونوا شخصيته. يعني نفسيتي بتأثر على سلوكي؟ اكيد طبعا، ده انت فرحان وقايم مبسوط عندك استعداد تعمل كل حاجة في الكون. ممكن تكون عندك شوية دور برد بس بتعاني شوية اكتر من الاكتئاب، فتلاقي نفسك لا انا مش قادر اتحرك، انا مش قادر اعمل حاجة. لكن لو انت مبسوط ممكن ما تحسش اصلا بدور البرد دوت. فعشان كده جسم الانسان عبارة عن اجهزة نفس جسمية بتتفاعل مع بعض في عمل دينام، بتملي على الفرد طابعه الخاص والمميز له في السلوك والفكر. معنى كده ان تفاعل الاجهزة ده النفس جسمية هي اللي بتخلي كل شخص مختلف عن التاني. ايوة، هو اللي مخلي انا واخويا شخصيتنا مختلفة، انا واختي شخصيتنا مختلفة، انا وابن الجيران، انا وزميلي، رغم ان في حاجات مشتركة ولكن في المجمل احنا الشخصية مختلفة. طيب يا ترى في علماء اتكلموا عن الشخصيات وفسروها لنا؟ وده ما يعرف بنظريات الشخصية. يعني ايه نظريات؟ نظريات يعني جهود، يعني علماء حطوا آرائهم وأفكارهم وابتدوا ان هم يعرضوها. ما تروحش مني بعيد، ركز معايا، لأن النظريات مهمة قوي، بيجي فيها ان شاء الله أسئلة كتير في الامتحان، فلازم تكون عارف يعني ايه كل نظرية وازاي فسرت الشخصية بتاعتها. تعال نشوف مع بعض نظرية، أول نظرية اللي هي نظرية الأنماط، هيليها نظرية التحليل النفسي، ثم السلوكية، وفي النهاية النظرية الإنسانية. طيب يا ترى نظرية الأنماط بتتكلم عن إيه؟ أول حاجة أنا بسطتها ومش هنحكي كتير، ولكن إحنا عايزين نعرف إيه أهم النقاط الموجودة في نظرية الأنماط. نظرية الأنماط من أقدم النظريات، من أوائل النظريات اللي ظهرت عندنا بتفسر لنا يعني إيه شخصية. طيب مين اللي حطها أو مين اللي وضعها أو مين مؤسسها؟ عالم اسمه هيبوكرات. العالم ده كان إيه تفكيره عن الإنسان وشخصيته؟ قال لك إن أنا هربط ما بين الجوانب الفسيولوجية والشخصية. دي الفكرة العامة. إيه الفكرة العامة بتاعته؟ هيربط ما بين الجانب الفسيولوجي والشخصي. سمع واحد من ابنائي بيسترجع يقول لي يا ميس ده احنا درسنا كلمه فسيولوجي دي السنه اللي فاتت، خدنا كلمه فسيولوجي، وانا فاكر ان كلمه فسيولوجي بتعني علم دراسه وظائف الاعضاء. هقول لك ايوه، برافو عليك، انت شاطر، انت كنت بتذاكر كويس. ايه علم دراسه وظائف الاعضاء؟ ماله علم دراسه وظائف الاعضاء؟ قال لك ان اعضاء جسم الانسان وحياته الفسيولوجية بتأثر وبترتبط بشخصيته. من هنا قسم الأنماط إلى أربع أنماط. إيه هما الأربع أنماط؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول نمط حتى أنا عاملهم لكم شوية متقاربين مع ألوان الشرايح بحيث إن أنت يحصل لك ارتباط. أول نمط اسمه النمط السوداوي. تاني نمط النمط الصفراوي. تالت نمط النمط الدموي. ورابع نمط هو النمط البلغمي. الأربع أسماء دولت أو الأربع أنماط دولت وضعهم هيبوكرات ووصف بيهم شخصيات مختلفة. هو قال من وجهة نظره إن أنا عندي أربع أنواع من الشخصية: شخصية سوداوية، شخصية دموية، شخصية صفراوية، وشخصية بلغمية. تعالوا نشوف صفات كل شخصية، ويا ترى هو الكلام بتاعه ده كلام صادق أو في علماء انتقدوه وقالوا إن الفكر ده مش فكر صحيح. أول نمط عندي النمط السوداوي. بيتصف صاحب الشخصية السوداوية بإنه شخص بطيء التفكير. عقبال ما بيفكر في المشكلة أو حلها أو ياخد قرار بياخد وقت طويل. على الرغم من بطئه في التفكير إلا إنه قوي في انفعالاته. ردود أفعاله وانفعالاته شديدة وقوية. يميل إلى الانطواء والتشاؤم والانقباض والاكتئاب. كمان هقول لك على حاجة بسيطة، أنت مش محتاج تحفظ، أنت محتاج تفهم. لما أقول لك نمط سوداوي، الشخص السوداوي من جواه دايما مكتئب.
عايز يقعد لوحده، ما بيحبش يتواصل مع الآخرين، يشعر دايما ان في حدث او حاجة هتحصل فدايما متشائم. تيجي تقول له رقم 13 يقول لك لا 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 ما تجيبش ست الرقم ده، ده اليوم كده قفل، يا انا شفت قطة سودة، يا ده انا عديت من تحت سلم. ده عند هيبوكرات اسمه النمط السوداوي. يبقى شخص بطيء التفكير، قوي الانفعال، ويميل الى الانطواء والتشاؤم، ويشعر دائما بالانقباض والاكتئاب. طب يا ترى تاني نمط اللي هو الصفراوي صفاته ايه؟ ده شخص طموح، عنده استعداد انه يحقق اهدافه، ولكن عنيد وجاد. اوقات يا اولاد العند بيكون جيد، ولكن مش كل الاحوال وبدرجه معينه. مش ان انا اقول ان انا عنيد فانا كده خلاص ده انا كويس وطموح، لا. في اوقات لازم نسمع اراء الاكبر مننا لان هم بيكونوا اكثر خبره. ما ينفعش ان انا اعند في مواقف ما ينفعش فيها العند، لا ده انا لازم اتشاور، امركم شورى بينكم. يبقى كده ممكن تكون ناحيه سلبيه؟ اه طبعا ممكن تكون ناحيه سلبيه. يبقى هو طموح، دي ناحيه ايجابيه. عنيد ممكن تكون ليها جانب سلبي، جاد دي حاجه كويسه، ولكنه حاد الطباع وسريع الاستثاره والغضب. سهل انك تاثر عليه، سهل انك تخليه ينفعل. ممكن موقف بسيط ما يستحقش الانفعال تلاقيه انفعل وحجم الانفعال بتاعه كبير جدا، ما نعرفش ان احنا نسيطر عليه لانه سريع الغضب. النمط الدموي ده سهل الاستثارة، سريع الاستجابة، بيستجيب بسرعة عكس النمط السوداوي، بيتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط، عنده إقبال على الحياة. النمط البلغمي بطيء الاستثارة، يغلب عليه الخمول، عايز ينام، متبلد الانفعالات، يعني ما تقدرش حتى تستثير انفعاله، كسول ويرغب دائما في الانطواء جانبا، لا يحب العمل، خمول. دي نظرية الأنماط. تعالوا بقى نشوف نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي من النظريات الجميلة اللي تعمقت شوية في دراسة الشخصية وخدتها من اتجاه آخر غير نظرية الأنماط. مؤسسها سيجموند فرويد، هو عالم نمساوي، كان طبيب وكان بيدرس، وأثناء دراسته للحالات المرضية بتاعته اكتشف أن الحالة النفسية لها تأثير كبير جدا في العلاج، فاتجه إلى الطب النفسي. فرويد اهتم بعملية التنشئة في نمو الشخصية. احنا سبق ودرسنا مدرسة التحليل النفسي في الصف الثاني، واتكلمنا عن سيجموند فرويد، واتكلمنا عن مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها في تكوين شخصية الإنسان اللي هي من 2 إلى 6 سنوات، وقلنا ان في الوقت ده احنا بنعلم أولادنا الصح والغلط، بنبني شخصية سوية. أي إشباع خاطئ بيأثر على شخصيتهم بعد كده، بيخلي ردود أفعالهم غير صحيحة. عشان كده بننصح دايما الأمهات ان هي تنظم استجابة الأبناء في الفترة دي، وان هي ازاي تعلمهم ازاي ان كل حاجه ليها وقتها وليها نظامها، عشان يقدر يطلع شخصيه نظاميه، في نفس الوقت تعلمه الاعتماد على ذاته عشان ما يطلعش شخصيه معتمده على الاخرين. فعشان كده هو اهتم بخبرات الطفوله المبكره، اهتم بالدوافع اللاشعوريه. اللاشعوريه يعني الانسان ما بيحسش بيها، زي ضربات القلب كده، بس دي دوافع. دوافع غريزيه الانسان مولود بيها، فليها تاثير كبير جدا في شخصيتنا. اهتم بالصراعات والإحباطات والطاقات النفسية. عشان كده بقول لك ما تسيبش نفسك للإحباط، لأن الإحباط هيؤدي إلى سلبية في شخصيتك، مش هيخليك توصل للي أنت عايزه. لازم تكون عندك تنافس مع الذات، لازم يكون عندك قدرة على تحقيق أهدافك وتحديدها. الطاقة النفسية بتؤثر على شخصية الإنسان وسلوكه، لو طاقتي النفسية إيجابية هتأثر عليا. إحنا كده بنظرية التحليل النفسي نكون أنهينا أول جزء في الشخصية، إن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني الحصة الجاية. تعالوا نشوف مجموعة من الأسئلة تساعدنا إن إحنا نشوف استوعبنا الدرس ولا في نقاط عندنا محتاجة إن إحنا نراجع عليها أو نقراها مرة تانية. فكر وجاوب. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. يقول يوب كمان: تستطيع أن تعرف شخصية الإنسان مما يقوله عن الآخرين أكثر مما يقول عنه الآخرين. يجسد القول السابق أحد المفاهيم الرئيسية للشخصية، وهو الشخصية كمثير، الشخصية كاستجابة، كتنظيم داخلي، كدافع. بصوا حبايبي، هو بيقول لك إن أنت تقدر تحكم على شخصية الإنسان
من اللي بيقوله عن الآخرين أكتر من اللي الآخرين بيقولوه عنه. وجهة نظرك في الآخر بتبين شخصيتك. طب يا ترى مين اللي قال كده؟ مين اللي اهتم بالنقطة دي؟ برافو عليك، وفعلا هو اللي اهتم بالنقطة دي هو تعريف الشخصية كاستجابة، لأن هو أكد على نقطة رد فعلي واستجابتي للمواقف المختلفة. السؤال الثاني يقول إيزابيل: لا يمكن للإنسان أن يحيا دون ذكريات. نستنتج من القول السابق إحدى نظريات الشخصية وهي السلوكية، الإنسانية، التحليل النفسي، الأنماط. طبعا أنتوا أذكياء فتعملوا إيه؟ يا ميسي أنت في الحصة دي اديتينا الأنماط والتحليل النفسي، فإحنا بسرعة هنستبعد السلوكية والإنسانية، اتبقى عندي اختيارين. برافو عليكم، أنا عارفة أن ولادي أذكياء وهينتبهوا النقطة زي دي. طب يا ترى بقى أنهي إجابة هي الإجابة الصحيحة؟ لما يقولك لا يمكن للإنسان أن يحيا دون ذكريات، معنى كده أن تأثير خبرات سابقة، تبقى أكيد برافو عليكم التحليل النفسي. نحن لسه متكلمين عن خبرات الطفولة المبكرة، لسه متكلمين وقايلين أن هي بتؤثر تأثير قوي على شخصية الإنسان وطاقته النفسية. يقول نجيب محفوظ: المواقف تكشف الناس، فلا تحكم على إنسان من كلامه، الناس مثاليون حين يتحدثون. يشير القول السابق إلى أحد مفاهيم الشخصية وهو الشخصية كمثير، كاستجابة، كتنظيم داخلي، كدافع. بيقول لك المواقف بتكشف الناس، فما تحكمش على الإنسان من كلامه. ليه؟ لأن الإنسان الناس هتبان مثالية في حديثها. طب يا ترى ده أنهي تعريف؟ برافو عليكم كاستجابة. ليه كاستجابة؟ لأن استجابتي للموقف هي اللي هيتحدد بناء عليها السلوك الخاص بي. طيب السؤال اللي بعده يقول كريم الشاذلي: المبادئ الثابتة تولد سلوكا واضحا، والسلوك الواضح ينتج شخصية محددة المعالم. يعكس القول السابق أحد المفاهيم الشخصية وهو كمثير، كاستجابة، كتنظيم داخلي، كدافع. لما أقول لك إن المبادئ الثابتة بتولد سلوك واضح، معنى كده أنت عندك قيم، عندك أسس قامت عليها شخصيتك، والسلوك الواضح بينتج عنه شخصية محددة المعالم، يعني ليها صفات محددة، يبقى أكيد الإجابة الصحيحة بتاعتي إن الشخصية كتنظيم داخلي. ليه الشخصية كتنظيم داخلي؟ لأن هي ليها أساس داخلي. آخر سؤال معانا: يؤكد علماء النفس أن الشخصية هي أكثر الأدوات قدرة على الإقناع. الله، العبارة دي جميلة جدا، لأن أنا عشان أقدر أقنعك بأي موقف أو أي حاجة إنك تعملها لازم يكون عندي شخصية قادرة على الإقناع، لازم يكون عندي لغة أقدر أحاورك بيها، لازم يكون عندي ذكاء اجتماعي، وده إحنا درسناه في الوحدة الأولانية. كل دي مكونات للشخصية، قدرتك، ذكائك، قوتك انك تأثر في الآخرين، وان شاء الله يكون التأثير إيجابي. من هنا نقدر نقول ان يتفق القول السابق مع رأي ألبرت فرويد هيبوكرات فيلمينج. فعلا هو مع فيلمينج. بكده احنا نكون خلصنا الدرس الأولاني في الترم الثاني اللي هو درس الشخصية. أتمنى تكونوا استوعبتوا معانا. دايما أناديكم وأقول لكم: من جد وجد. هتتعبوا السنة دي بس هتقفوا على أرض صلبة، هتوصلوا لهدفكم، هتحققوا حاجتكم. دمتم في خير، ونتقابل الحصة الجاية. كنت معكم الدكتورة شيماء محمد فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.